نقيم على داري نصرف على الأرض الحزينة بالسما العالي بالسما العالي بالسما العالي بس ماني راجعة لعندك، رايحة أسرح بالشوارع. إذا سرحتي بالشوارع أحسن ما تضلي عندي. لوين رايحة؟ عالشارع. حسان، قدر تستغني عن السيارة الليلة؟ طبعاً، وين بدك وصلك؟ يلا الليلة بلاها، بكرة بتيجي لعندي، بدي روح مشوار ضروري. حاضر علي، صباح على خير. أنت من أهله. عشيتي؟ لا. فوتي طالعي من الصندوق علبة لحمة لقليلة كبيت فوقها مشان تتعشي. يعني بس خليني عندك الليلة بس، وبكرة برجعك على البيت. ألف مرة بتكون عن شاكر، فهمي بقى. مستحيل تكون راحت لعنده لأنه ما بتعرف تروح لحالك. طيب اصبري شوي، ما بتلاقي إلا فاتح الباب وجايبها من إيده. طيب وإذا ما كانت عنده؟ بيكون أحسن تكون ضاعت. شو؟ شو تضيع؟ ولك هي بنتي، بنتي. سبحان الله، كل ما حطيت خطة لحياتنا ومستقبلنا ما بلاقي لها البنت مطرح فيها. شو يعني؟ يعني هيك بجوز أحسن إجت منها وضاعت. ماشي أنا اللي راح أدور عليها. أولادك لمين بدك تتركيهم؟ دير بالك عليهم أنت لبين ما أرجع، واصل لعند عمي وراجع. بهالليل؟ ما بهم، باخد تاكسي روح أرجع. عادي عادي بلشناها. لك قلبي مثل النار، ما عاد أقدر أستنى. إيه؟ مثل ما بتريدي. روحي خديني روحي، بس اعملي حسابك اذا بتطلعي برات الباب بعمرك ما عاد في ترجعي له. ما بدي ارجع عليه، باخذ اولادي وبعيش انا وياهم مع بنتي. اولادك؟ قلت اغراضك ما قلت اولادك. اولادك بحياتك ما عاد تحلم تشوفيهم. باخذهم عن طريق المحكمة. بتكوني شاطرة إذا بتقدري توصلي للمحكمة. طيبة جوا.
الخير جدا. صباح الخيرات. شو هاد؟ فطور. يلا عود كول. انا ما بفطر جدو. من اليوم ورايح بدك تفطر. المعلمة قالت يلي ما بيفطر الصبح بيضل طول النهار تعبان ولا بيقدر لا يفكر ولا يفهم. إيه انا لا بدي افهم ولا بدي افكر. يلا كلي لك لقمه قبل ما رجعك على البيت لعند امك. جدو قلت لك انا ما بدي ارجع لعند امي. ما بيصير، قلبها بيكون عم بيغلي عليكي. طيب هلا بتروح لحالك وبتفهمه لانوار، اذا ما عاد يضربني هلا برجع لعند امي. صباح الخير. صباح النور. عمي منيح اللي اجيت، كنت رايحه لعندك. خير؟ عبير هربت من البيت. هربت كيف؟ ليش؟ انوار ضربها، عملت حمله حاله ومشيت. ضربها وين؟ هو بده يفسد عيده. راح من الصبح على شغله ما نهو. كيف تخلوه يطلع؟ مالي خبر، طلعت على صوته انا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وبتعتقدي وين راحت؟ بعتقد وين راحت؟ عمي انور عم بيقول انه بجوز تكون عندك، يعني هي مو عندك؟ ما تفتحوني على عمتي ولا عبير. عندي. عندك؟ الحمد لله. طمنتني عمي، الله يطمن بالك. بكره برجع لك اياها. عمي طالما عبير اجت لعندك خليها عندك، ربيها مثل ما ربيتني. عندي؟ مستحيل. انت بتعرفي شو في عندي، بتعرفيني كيف عايش. ايه بعرف، بس شو ما صار في عندك احسن من عيشتها مع انور. ليش بقى؟ انور بده يخلص منها وخايفه شي يوم يقتلها قتله يروحها فيها. مو معقول، مو معقول اللي عم تحكيه. ما بيسترجي يعملها. بيعملها. تصور هددني بالطلاق اذا رح تدور عليه. صعب، صعب بنت تقعد عندي انا. صعب. لو كانت ولد كان معقول، بس انت بتعرفي شو في عندي. يعني بس على القليل انه ما في مين يضربها ويهينها كل يوم عندي. بدك يعني ربي ولاد اخرة عمري؟ الله يخليك عمي. بوس ايدك، انا ما قلي غيرك. انت ابي وكل قرايبي عندك بامن عليها. الله يخليك. لك عندي وحوش. مين بيسترجي يطلع بعينك؟ يا عمي انت الكبير، انت المعلم والكل بيخاف منك وبيهابك. لك مالي فاضي احميها طول النهار. عمي والله عبير قوية وبتحمي حالها لحالها. الله يوفقك. رح اتركها كم يوم تجربة لشوف، واذا ما قدرت عليها رح ارجعها وانت مسؤولة عنها. الله يخلي لي اياك، لا يحرمني منك يا رب. بكره بعتي لي انور، بدي اشوفه اتفاهم انا وياه. لا عمي بوس ايدك، ما بدي انور يعرف انه هي عندك. ليش؟ انا ما بخاف عليها من حدا الا من انور، مشان هيك لا تقول له الله يوفقك. ما بدك تشوفيها؟ بلا، اذا قدرت بشوفها، بس اذا ما قدرت الله يوفقك، انت بتطمني عليها. انا ما عم امزح. وانت وينك لهلا يا ست الحسين؟ اهلي كان عندهم ضيوف وما قدرت اجي لراحوا، نظفت البيت واجيت. خلص اهلك بخير، لشو زعلانة بقى؟ يا بر قلبي رح يصير له شهر ونص وهو غايب، ويمكن ما يرجع ابدا. وشو قاعد عم تساوي؟ ما تروح تدور عليه؟ امان وصلت معي لهون. ها ليش بقى؟ لانك انت السبب، مالك سألي. لو ما تتركيك اليوم لحال الولد ما كان هرب. هو ما بيحب يروح معي. اللي هلا سألت عنه بالمخفر؟ سألت، ما شافوا حدا ولا سمعوا عن حدا، والمستشفيات كلها كمان ما في حدا. يا بر قلبي يا ترى وين عم ينام؟ وين بيكون هلا؟ سألي حالك. جدو يا جدي يا جدو.
ليش كل الوقت عم تعيطي؟ تاني مرة وقت بدك تناديلي ناديلي بصوت واطي، أنا بسمع مالي اطراش. يلا تعال تغدى. تفضل. شو هاد؟ شو عاملة؟ عاملة بطاطا مقلية وباذنجان مقلي، فتحت علبة لحمة وعملت لك سلطة. ليش هيك طعمته؟ بايش قليتيه؟ بالزيت دقته، طعمته طيبة كتير. شو بفهمك انت بالاكل؟ شو هاد كمان؟ لحمة. ليش هيك؟ ليش كل اللحمة؟ يعني طعمتها عاطلة. انوار. نعم. البنت صار لها غابة يومين وما عملنا شيء. شو بدنا نعمل؟ يعني نسأل عنا ندور عليها. شاكر ما اجى لهون؟ ما شفته. معناتها مانع عن شاكر. يا ويلي وين راحت البنت؟ وفي علاقاتي. طب انت سألتي الجيران شي؟ معقولة تكون عندهم؟ بلكي كانوا قالوا لي. يا ستي بقطع ايدي من هون اذا مانع عن شاكر. الله يخليك، خليني نروح لعنده واطمن، واذا لقيتها بوعدك انه ما رجعها، بس بتطمن عليها. الله يوفقك. لا لا ما في داعي، لا تعصبي حالي، انا بكره بطبيعه الحال رايح لعنده لانه في عندي شغل معه. شوفها اذا لقيتها هنيك بجيبها معي. هي انوار. ايه؟ الله يخلي لي اياك، انا متاكده انه قلبك طيب وما بتهون عليك عبوره ابدا. ضبي اغراضك، بدي رجعك لعند امك. ليش؟ لك ليش عم تبكي؟ مو عاجبك اكلي؟ إذا مو عاجبني أكلك بتبكي؟ ليش عم تعيط علي هيك؟ ما عملت لك شيء. لك لسه ما حكيت معك كلمة صرتي تبكي. اف، مشان هيك ما بحب البنات. أنا بنت، الله خاليني بنت، شو بعمل؟ مشان هيك ما رح يمشي حالك معي. البنت والصبي مثل بعض، جربني وشوف. جربي؟ بإيش؟ باللي بدك إياه، بس المهم لا ترجعني لعند أمي. شو هالحكيان؟ في بنت ما بتحب امها؟ ما بدي انوار. وانا ما بدي بنت عندي. خلاص لا تعيط بوشي، انا رايحة لعند امي. لا. شو هاد؟ هاد غسيل. ايه بعرف انه غسيل. مين غسله؟ انا. وحدك؟ كيف؟ انا طبخي ما عجبك، بركت عن غسيلي بيعجبك. الله لا يعطيك عافية. ليش؟ شو عملت؟ لك شو ليش؟ لك ما خليتي لي اواعي البسهم. لقيتهم مسخين وغسلتهم. لك وانا شو بدي البس؟ وهدول مسخين، لو ما كنت لابسهم كنت غسلتهم. يعني بضل بلا اواعي انا. لوين رايحة؟ افتح الباب. يروح على اوضتك انا بفتح. مرحبا علي. اهلين خير. جاي اخذ كرتون التاني. قد الساعة؟ اوف تعال. لوين رايح؟ عم تسريني الي؟ ايه عم بسألك لوين رايح؟ عالشغل. خذني معك. لوين انت اخذك؟ عالشغل. شغل شو؟ شغل امسح سيارات، مو هيك بتشتغلوا؟ هذا شغل صبيان وانت بنت. بنت وبدي اشتغل. ما عندنا شغل للبنات. بسام تعا عاوزك. خذها معك خليها لاخر النهار. بدها تشتغل. اوعى تخليها تشتغل، خليها تتفرج على الشباب شلون عم يشتغلوا، بس لا تنزلها على الشارع. ما عم بفهم قصدك. بدي اياها تغيب عن البيت اطول مده ممكن اليوم. تقوم تبعتها على الشارع؟ انا مأمن عليها معك. حاضر معلم، مثل ما بدك. روح الله معك. يا
الشغل؟ خد رامي بصير الشغل منيح. باخده بس بشرط. أنا تحت أمرك. بتخلي عبير عندك وما حدا بيحاكيها. إيش بتعمل فيها؟ ما بتعمل شيء، بتسليك. إيه أنا بدي أخلص من رامي اللي أنا عامل هني. هاي المعلم بيكون جدا. إذا هيك موافق خد رامي. يلا رامي امشي. الله خليك، خليني هون. خدو رامي بده يضل هون وأنا كمان، وإذا مو عاجبك أنت روح. شو بسام؟ بسام ما دخلو، أنا يلي بقول رامي رح يضل هون يعني رح يضل هون. نزل ايدك عشان ما أضربك كسر راسك. يعني اللي بدي أضربك كسر راسك. خلصنا، بنت المعلم قال بتضلوا هون يعني هون، ديروا بالكم عليها. مرحبا عمي. الله يمضي النهار على خير. على المؤاخذة شو كنت نايم؟ تفضل جوا. سيدي كل ما طاب خير وبركة. نقعدوا. شو شايف غسيل؟ شو كنت عم تعزل اليوم؟ اي والله كل اسبوع بفضي حالي يوم مشان البيت. ايه؟ الله يعطيك الصحة. هلا لو كان معك حدا ما كان احسن لك؟ حدا مثل مين؟ قصدي لو كنت متزوج. تركنا جواز للشباب يلي مثلك. قلي شو الموضوع؟ ما في لا موضوع ولا شيء، صدقني جاي اطمن عليك وبس. انا بخير الحمد لله. لايمت؟ شو قصدك؟ لايمت بدك تضل بخير يعني؟ نسيت انك تجاوزت الستين من زمان والصحة ما بتدوم؟ انوار من غير لف ودوران قلي شو بدك؟ أنا ما بدي شيء. وأنا ما بدي شيء. يا عمي عفاف بدي إياك تشتري البيت اللي بجنبنا، مندير بالنا عليك، منشوف شو بدك أغراض، بكرة إذا الأيام قلبت ضدك ما في غيرنا يحميك وينعاد. اللهم لا حول. لا تقول بكرة. بالله أنور قلت لك اللي شو الموضوع من غير لف ودوران. عفاف بدي إياك تشتري البيت اللي بجنبنا. وأنا قلت له العفاف مصاري ما معي حق البيت. إيه قول هالكلام لواحد غيري. أنا بعرفك منيح. وين شا عمرك؟ وين المصاري اللي كنا نجيب لك إياها أنا وجابر وعبد الحميد من وقت اللي كنا أولاد صغار؟ كل المصاري اللي معي ما بيشتروا بيت بهالأيام. المصاري مو مشكلة، أنا بساعدك. كتر خيرك، بيتي مبسوط فيه ما بدي أتركه. تعرف قديش بيسوى بيتك بالأيام؟ ما بعرف ولا بدي أعرف. لا يا سيدي بدك تعرف، لأني بدي قلك هذا البيت بيسوى 10 ملايين ليرة، مبلغ ما بتحلم فيه طول عمرك. بعدين تعال قلك شو بدك بالشغل ووجع القلب؟ بدك تضل عايش بالخطر؟ انت بدك تضل خايف من الشرطة والجمارك؟ انا ما بخاف من حدا. يا عمي ارتاح وريحنا، عفاف بضل بالها مشغول عليك، سيرتك عنسانة ليل نهار. هلأ طالعت لنا مشكلة جديدة كمان، ما عم ننام الليل. شو المشكلة؟ بنت ضايعة وما عم نعرف وينها. أنو بنت؟ عبير. صار له 4 أيام برات البيت وما بنعرف وين. إجت لعندك شي؟ عندي؟ شو عملت بالبنت لك أنوار؟ شو بدي يكون عملت؟ البنت هربت من البيت لوحدها. شوف هلا معك جمعة أسبوع بحاله، إذا ما بترجع البنت يا ويلك مني. رح ترجع عمي، وين بدها تروح؟ هلا أنت لا تحكي الهم، فكر بحالك وفكر بالكلام اللي قلت لك اياه. وانا كفو. قربوا لا هات لشوف. ناح أبضاي خليك هيك هات. بس اليوم كنا 3 وما اشتغلت كتير. لا تعيط ارجع قرب. شو هاد؟ بس هدول؟ شو كنت عم تلعب؟ هذا شغلي بالعادة. قربوا لا هات السطل لك هات ارجع. قربي انت وليه؟ هاي اتركها
جدة بيحاسبها. وانت شو دخلك؟ انا المسؤولون. المعلم قال ما لك علاقة معه. احسن، اصلا انا بتزول من البنات. خدها يلا لبعده. بس هدول شو عم تاكل فيهم؟ ارجع. راسو يا سوزان بيعذبنا كثير. شو انور لقيت عبير عنده؟ عبير مو عنده، كم مره بدي عيده اختبار. يا ولدي ضاعت البنت وانا بعد احلامي كلها. انور انت بدك الارض؟ لا بدي سلامتك. هلا لا تتمالس، عم بحكي جد. لكن شو صرنا شهر عم ناكل هوا؟ اسمع، اذا بدك تضمن الارض لازم تدور على عبير وترجعه. شو دخل عبير بالارض؟ لما كنت عند عمي شاكر حكينا مشان الارض، قال لي انا ما بتراجع عن كلمتي، الارض الك ولجابر ولاولادكم. ايه. ولما قلت له هي اولادي قدامك قال لي لا، اولادك من جابر مو من انوار. وشو معنات الكلام هاد؟ معناته انه بده يكتب الارض باسم عبير، لانه عبير هي بنتي الوحيده من جابر. عم تحلمي؟ انا بعرفه هذا ختيار كحتوت ما بتنازل عن قرش واحد. بدك يا يتنازل عن الارض كلياتها لبنت صغيره؟ انت حر لا تصدق اللي عندي قلته، بس عبير لازم ترجع. لك ترجع ترجع، اذا بتلاقيها رجعيها. ايه لو لقيتها كنت رجعتها من زمان. عبير يا عبير. شو ما عم تسمعي؟ عم اقول لك قومي تعشي، ما تنامي بلا عشاء. اوف نار. ديشا شو بدي اعمل هلا؟ كل شي عملت حسابه إلا المرض. نحن ببرية مقطوعة، لا في دكتور ولا في عندي سيارة. تقولي جدي بتحرق لي قلبي هالكلمة. بعمري ما كنت أب لحتى صير جد. رح تكسر الباب. صار لي ساعة عم دق. قلت لي أنا في حدا يا ما صاير عليكم شيء. لا مو صاير شيء. شو بدك؟ جاي أخذ طلبية تانية ونزل عبير على الشغل. لا في طلبية تانية ولا عبير رح تنزل على الشغل. استناني شوي بدي تاخذني مشوار. صباح الخير. صباح الخيرات. لك ليش أنت من تختك؟ أنت مريضة، روحي روحي رجعي على التخت. أنا ما فيني شيء. بسام أنت مانك اليوم رايح الشغل؟ المعلم قال اليوم ما في شغل. رايح لعند امك تشوف لي طريقه معك. لا تفتحي لحدا بغيبتي، بدي ارجع لاقيكي نايمه. تاخرت عبير اليوم؟ ما بقى تجي لا اليوم ولا غيره. ليش؟ امبارح ما اشتغلت بجهه الصوت والممسحه. انت بتعرف اللي ما بيشتغل شو بصير فيه. عبير عم تشتغل عن جدها، ما بيعاملها مثلنا. اي ما بيعرف اخوه. مسكينه بتكون اكلت قتله. وانت كمان امبارح ما اشتغلت منيح، كنت لحتاكلهم. انا ما بهمني، ما عندي مصاري كثير. هذا المصاري انا بيلزموني. لو انا
ما بدي سافر، كنت عطيتك كل يلي معي. نزار ليش بدك كل هالمصاري؟ بدي اعطيهم لابي مشان يسكر فيهم. رويا بلا ما تعطيه بلا ما يسكر. انا بدي يسكر ويضل سكران على طول. ابوك بيسكر؟ ما بعرف والله، يمكن بيسكر. بيضرب امك واخواتها؟ لا، معناتها بيسكر. ابي اذا ما سكر بيضرب امي وبيضربني اكثر شيء. قوم سكرت لي شرع. اهلين عمي. مرحبا. اهلا وسهلا، تفضل. اهلين عمي. اهلين. شو صار يا عمير يا نار؟ عم ندور عليها وما حنلاقيها. على كل انا هلا نازل على الجنائيه بلغ عنها. وليش الجنائيه؟ انا عندي مين يدور عليها ويجيبها بيومين. يا عمي رسميا انا المسؤول عن البنت ولازم اخلي مسؤوليتي. بلكي صار عليها شيء لا سمح الله. انت مالك غريب، حط خطه انت وعفاف مشان تلاقوا البنت، وكل واحد بيعمل اللي بيقدر عليه. عن اذنكم. تفضل عمي تفضل. خير عمي؟ شو في؟ ما بعرف، ماني فاهمان شيء. اذا بدك سالني لي وانا بفهمك. وليش هلا صار بده اياها؟ عمي انا ما قلت لك انور قلبه طيب، بس هيك احيانا يعني بيزعلوا بعدين بيرضى. يا اما انت غبيه يا اما عم تكذبي علي. ولو عمي، اذا بكذب على العالم كله عليك ما بخبي شيء. لكن شو القصه؟ بصراحه انور بده اياك تبيع ارضك وبسرعه. طيب اذا بعت الارض هو شو رح يستفيد؟ بده ياخذ عموله كبيره عليها مشان يكمل المصاري اللي معه ويعمل مشروع، بس والله اكثر من هيك ما بعرف. أنور مو هين، في شيء أكبر من هيك. والله ما بعرف يا عمي، عن جد أنا خايفة. وأنا خايف أكتر منك. أنور ما بيتأمل له. شو رح تعمل؟ ما بعرف. عبير مريضة وأنا أجيت خصوصي مشان قلك تجي تشوفيها. ولي علاقتي عليها شو بها؟ سخنت بالليل طول الوقت قاعد أنا عم بعمل لها كمادات باردة. على كل الصبح صحيت ما فيها شيء. الحمد لله، كتر خيرك طمنتني. عن اذنك عمي رح البس واجي لعندك واخذها. لا لا عبير رح تضل عندي، انا خايف عليها من انور. خليها عندي فتره لشوف شو رح يعمل. والله محروق كبدي عليها. ايه فيك تروحي تشوفيها عندي، خاطرك. اهلا وسهلا سيد انور. اهلا فيك، تفضل انا تحت امرك. العفو سيدي، انا جاي ابلغ عن بنت ضايعه. بنتك؟ هي بنت مرتي، انا مربيها من هي وصغيره يعني مسابه ابوها. تفضل. كيف ضاعت؟ صار في سوء تفاهم بالبيت والبنت حساسه وانا عيطت عليها شوي وما في بالعاده سيدي، حملت حالها وهربت من البيت. عيطت عليها؟ الحقيقه ضربتها كف واحد، ومثل ما سبق قلت لكم يا سيدي البنت حساسه وما في بالعاده. على ما يبدو حبت تعاقبنا وتهربت من البيت. قدرت تعاقبنا بشده لحتى صدت ثلاث ايام قالنا نحن عم ندور عليها سيدي. قديش عمرها؟ بين التسع والعشر سنين. وين بتعتقد راحت؟ ما بعرف، ما لنا لا قرايبين ولا معارف، ما هذا اللي محيرنا. طيب وين دورتوا عليها؟ أول شيء عند الجيران، بعدين عند جدة. جدة؟ هلأ كنت عم تقول مالها قرايبين؟ هو مو جدة الرسمي، هو جوز ستة ومربيها لأمها. طيب أبو البنت متوفي؟ لا، عايش بالسجن محكوم مؤبد. التهمة؟ هذا يا سيدي أبوها كان مشرد واشتغل بالتهريب. مرة من المرات قالوا إنه دورية جمارك صار في شوية إطلاق نار بيناتهم، تسبب بمقتل ضابط. هن هيك حكوا لي، انا ما بعرف. لهالسبب بنت مشرد لازم تكون هي مشرده. انا من طول عمري عم اقول ان الاجرام وراثي، وكل تجاربي اثبتت هالشيء هاد. طب سجن اعطي الملازم اول كمان. طب سجن
بتروح مع ملازم اول كمال بيعمل لك ضبط وبتعطيه عنوان وصورة البنت، وبس يصير معنا شيء نحن بنخبرك. الف شكر سيادة العميد. احترامي سيدي. اهلا كمال. سيد انور عنده مشكلة، خده على مكتبه وشوف كل طلباته وخذ افادته وبعث لي ملفات البلاد الضايعين. تعال عندي. امرك سيدي. تفضل معي. بالاذن منكم. مع السلامة. يا طير يا طير يا حمامة. أنا ما قلت لك أنت مريضة لا تقومي من تختك؟ جدو أنا لاني مريضة ولا فيني شي، الغسيل من امبارح نشوان ولا قاعدة عم بطوي. ما سألتيني عن أمك؟ ما بدي أسألك عن حدا. صحي ليش ما عجبتها معك؟ أنا ما خليتها. ليش؟ لأنها كانت بدها تاخدك من عندي. يعني بدك تخليني عندك؟ جدو صحي جدو ليش ما عندك مكواية؟ تيابك كلها مجعلكة، ودورت كل البيت وما لقيت مكواية. ما معي حق مكواية. طيب من بكرة الصبح بنزل بجيب مصاري بنشتري مكواية. هلا مو لأني خليتك عندي تبلشيلي بالطلبات. اليوم مكواية، بكرة غسالة، بعد براد. ليش لا؟ إذا كان معنا مصاري منجيب مكواية وبراد وغسالة، ويمكن نقدر نجيب تلفزيون. ما بدك مروحة كمان؟ احترامي سيدي. أهلا كمان، شو صار معك؟ سيدي هي الملف، وأنا عملت دراسة لكل أضابط الأولاد المفقودين والضائعين. سيدي النتيجة، النتيجة سيدي النتيجة إنه كل الأولاد بينتموا للطبقة المتوسطة أو للطبقة الفقيرة في نكرو سيدي. هذا شيء معروف باستثناء والدين، رامي ابن المهندس حسن وعبير بن جابر زيزفون. هذا أبوها مؤبد. نعم سيدي، أبوها مجرم ومحكوم مؤبد، بس هي عايشة بوضع مادي جيد جدا. طيب شو قرار التعبير؟ الأولاد عم يكتروا وأهالينا عم يلحوا علينا، واليوم اتصل معي سيادة اللواء مشان هذا اللي اسمه رامي. الشغلة اللي صار بدنا نزلي على الشارع. أنت لا تبعت حدا من مساعدك. طيب ليه أنت؟ أنت ضابط جديد وبدي إياك لمهمة أصعب. أمركم سيدي، بس في مجال اليوم سيدي آخذ إجازة؟ خير. الحقيقة عم دور على بيت. هلا ما عندك بيت؟ وين عم تنام؟ سيدي عم نام عند عمتي وماني مرتاح عندها كثير. خير. شوف يا كمال، تقدر تنزل إيمتى ما بدك. شكرا سيدي. احترامي. مع السلامة. خمسة آلاف أربعمية وثمانين، ثلاثة آلاف ستمية، ثمانمية وخمسين. مظبوط. يلا أنا جاهزة. لوين؟ عالشغل. ما في شغل اليوم، روحي على أوضتك. ما بدي، بدي أروح عالشغل. لك ما بدي إياكي تشتغلي. يلا قوم بس عم تأخرنا. شو معنى؟ خدها معك هيك بدها. يلا أمشي. صحي دياب. ايه معلم بده يشوفك. انا معلم. شو انا معلم؟ معلم عبد الحميد قال بده اياك. ايه هلا مو وقت الراتب، انا ما بدي اترك المعلم شاكر. ما حدا قال لك تتركه، كل اللي بده اياه منك معلم انك تروح تشوفه بس. اعطيني فرصه افكر. الشغله ما بدها تفكير، بعدين بكفيك زل عند شاكر. شاكر رباني وعلمني، بعدين انا ناطره ليموت حتى اسلم محله. يعيش يا قديش. بعدين شو بدك تتعلم؟ شوية اولاد عم يمسحوا سيارات؟ ايه. لك انا عبد الحميد شو بيشتغل؟ كل المعلمين مثل بعضه. لا لا تغلط، المعلم عبد الحميد ما بيشتغل هي الشغلات بنوب. لك انا شو بيشتغل المعلم عبد الحميد؟ بالتجارة. تجارة وتسهيل معاملات. بس عالتقيل. يا
130. أنا معي 50. وأنت؟ 270. أوف كيف؟ نحن عم نشتغل سوا. لسه بدك كثير لتصيري مثلي. هو بيجمع عند الشوفير ليعطيه، ويلي بيعطيه بسرعة بتركه بنط على سيارة ثانية. أنا شاطر تعمل مثلي. أي مو اسمها شطارة، أي اسمها نصب وشحادة. أنا ماليش حاضرة. قلت لك إذا بدك مد إيدك على هيدا المرة بتكسرها. أبو سامع شو عم بحكي؟ اتركيني. هو عم يحكي ما مد إيده عليك وأنت لك لسان. بيضل يحكي لي هيني طول النهار، بيحكي لي على أبو الغني. إذا كان أبو الغني خليه يرجع لعنده ويحل عنه. صحيح أبو الغني؟ أنا وعنا مين اللي هون بالشام ومين اللي على البحر؟ لكن ليش هربان منهم؟ بضربوه؟ أهلي ما بضل يعني، أمي ما بدها غير أختي. وبتضل زعلانة على بيت جدي، وأبي ما بسأل عني وما بشوفه. طيب يلا راح يخلص النهار ولسه ما اشتغلنا شيء. تعالي نتشارك. كيف؟ بآخر النهار بيجمع مصرياتنا ومن السموت. طيب نتشارك، تتشارك معنا؟ لا كل واحد لحاله. إيه يا أسامة، ماشي، كله تمام. أنا بحكي معك بعدين. ماشي ماشي، الله معك، مع السلامة. شوفي ليش بعت وراي؟ شو صار معك؟ ولا تهكل هم ولا شيء، كله تمام. شو كله تمام؟ بده يبيع ولا ما بده يبيع؟ طبعا بده يبيع، بس انت لازم تطول بالك شوي استاذ شريف. يا انور انا استاجرت الاليات وبلشت عمل. بلش كل ما بتسرع بكون افضل. انت بدك تورطني؟ الله يسامحك يا استاذ شريف، ما اقول الكلام. هلا انا كم سنه صار لي بشتغل معك؟ في شيء مره خذلتك؟ هي اكبر صفقه بتعملها معي. وزلا لا تهكل هم بالمره. انت اعمل الرسومات وبلش بالحفر، لما تحفر الاساس انا بجيب لك رخصه البناء وراح يكون الارض باسمك. انور هي صفقة فيها مليون ليرة إلك. مليون ونص استاذ شريف الله يخلي لي اياه. يا سيدي مليون ونص بس عجل. خلص ولا يهمك، انا عم بشتغل ليل نهار لانه الموضوع بيهمني اكثر منك. على اذنك ما في وقت. حاضر بأمرك. صحيح هذاك الباب ليش هيك مدربستي من جوا؟ مشان ما تفوت بدون ما احس عليك. بعدين تعال تعال هون. شوف اذا بدك تدخن تقعد هون بالصالون، ممنوع التدخين. حاضر ما بدي دخن، بدي فوت بس اتحمم وظبط دقني. اوه هلا لسه خلصت تنظيف الحمام، بعدين وقت بدك تحلق لا تترك لي شعر بالمغسله. حاضر بأمرك، ما راح احلق ولا راح اسوي شيء، بس بدي فوت ارتاح. انت ترتاح وانا اتعب طول النهار. يا عمتي طولي بالك علي بس هاليومين بما لاقي سكن جديد اسكن فيه. اوه لا تقعد على هاي الكنباية، اقعد على هداك الكرسي. اوه حاضر حاضر عمتي بأمرك. انا 100 مرة قلت لك جيبي وحدة تساعدك بشغل البيت، ما رديتي علي. ما بدي حدا بهالبيت، جربت وهيك مرتاحة أكثر. معناها خليكي لوحدك مرتاحة لنشوف. اسمعوا كل واحد بيعطيني حصتي أجار الأغراض، سامعين؟ هاتوا يلا قريب هات. بس هدول؟ لك أنت ما بدك تعلم؟ روح قرب نزار. هات ها هيك بدي اياك يا بضاي، بتضل هيك على طول. ها مرحبا دياب. اهلين. بدي اقول لك شغله. شو؟ رامي عطى مصاري لعبير وخبون عنك. شو هالحكي؟ رامي
طالع المصاري اللي معك. هدول اللي اعطيتك اياهم. وقف هون، بدي نبشك. نبشني حتشوف انه ما معي. خلص تعال هون. دخل شو بدك مني؟ بدي نبشك. ما بخليك تنبشني. هدول اللي اشتغلت فيهم وبدي حاسب جدي. هدول اللي اعطاك اياهم رامي، وين الباقي؟ الباقي من جدي. ها هلا بدي نبشك. دياب بدي ايدك عليا بكسرها. بسام انت ما دخلك، بعد عن وشي احسن لك. خلص خلص من دون ما تنبشني انا بطلع كل اللي معي. يلا طلعي هون. عم تسرقي الغلي يا حراميه؟ قلت لك هدول معي من الاول. كذابه. عبير ما بتكذب، قلت من الاول يعني من الاول. بلا كذابه، نزار قال لي رامي اعطاها كل المصاري. مو مشكله، شاكر بعدين بحل الموضوع. امشي. يحلو اصلا انا ما عاد هممني لا شاكر ولا غيره. اهلين عبير. خير شبهها؟ صارت مشكلة مع دياب. شو صار؟ لقى مع عبير مصاري زيادة واخدهم مني. ضربها؟ لا. فهمني شو القصة؟ جدو بدي اسألك، سعيد كان معك مصاري زيادة؟ مين؟ منا. لما جيت أنا وماما لعندك عطتني شوية مصاري. ليش أخذتيهم معك؟ كنت بدي اشتري لك مكواية، عم أخذهم مني واللي كان بده ينبشني كمان. شو هالحكي؟ كنت بدك تشتري لي مكواية من مصرياتي؟ مسحي دموعك جدو وما بقى بدي شوفك عم تبكي أبدا. تعرفي أنا كنت مستنيك برا وعاملك مفاجأة حلوة كتير تجي تشوفيها. يلا قومي روحي قدامي. تعب حسام. شوفي شو جبت لي. مكواية. شوفي كمان وتلفزيون. بسام. ايوه علينا. تعال شغله الله يرضى عليك، انا ما عرفت طالع الصوره. يمكن بده توليف. تعالي ورجيك البرادة اللي محطوط بالمطبخ. جدو وبراد وغسالة. غسالة لحتى ما تبقي تغسلي بايديك. ربي يخلي لي اياك يسمو هالايدين. ولسه جدو منين جبت حق كل هالاغراض؟ بالدين، كله بالدين ولسه كمان. خدي هي إليك ساعة. أنا ما بدي إياها، خدها ورجعها. ليش؟ بحق عامل وفي حق الغسالة، وهدول المصاري يلي اشتغلت فيهم اليوم، ولو ما أخذهم مني كانوا صاروا أكتر من هيك. خليهم معك وخلي الساعة كمان، وإذا بدك منرجع المروحة. مروحة؟ ليش وينها؟ بأوضتك. معلم اشتغلت تلفزيون. تعي تعي لنشوف.